المنتخب العماني حارس ممتاز. المنتخب العماني إذن عمان والسعودية والسعودية وعمان عينين في رأس. وعودة مجددا للزميل عبد العزيز حساوي. إلى ركلات الحظ، إلى ركلات الأعصاب، والأولى عند عمان سجلت بنجاح عن طريق محمد خليفة. محمد خليفة يسجل الركلة الأولى بنجاح. أخيرا اهتزت الشباك قبل ركلات الترجيح. الكاميرات تركزت على حراس المرمى يوسف الشيادي وهاشم الأسمري، لأن العمل بقى على المدربين، انتهت أدوارهم، والآن أدوار حراس المرمى. يوسف الشيادي في أول اختبار، ومن يتقدم للمنتخب السعودي في أول ركلة؟ عبد العزيز الضواحي الشيادي. يوسف، شكرا لله وحمدا لله وسجود شكر، لأنه تصدى لأول ركلة جزاء للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي عن طريق ضاري العنزي، لعبة فنان ضاري العنزي. والآن الثالثة للمنتخب العماني. ركلات توتر وأعصاب وقلوب ودعوات وأمنيات. المنظر، الكل يقف في المدرجات، الكل يقف في المدرجات. والآن يوسف الماركي سجل الثالثة، سجل الثالثة وأراح قلوب العمانيين. يوسف الماركي يسجل الثالثة، والمنتخب العماني يسير بخطى ثابتة إلى هذه اللحظة. الآن الركلة الثالثة للمنتخب السعودي. يوسف الشيادي في المرمى، ومن يقف خلف الكرة هو عبد العزيز، أو هو عبد العزيز. سجلها، سجلها عبد العزيز المالكي. كادت أن تلامس حارس المرمى يوسف الشيادي. عبد العزيز الضويحي هو الوحيد الذي يهدر، وهنا ردة الفعل على يعقوب الصباحي. كرة كانت قريبة للأمانة من حارس المرمى يوسف الشيادي. الآن يتقدم للكرة اللاعب رقم 2 سند الإعرابي، وهاشم الأسمري سند الإعرابي والأسمري الإعرابي والأسمري. السعودي بدأت من المنتخب العماني
سجل